بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا متابعي الحدوته في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما احنا واحنا بنغطي الجرائم او الحوادث بنرصد لحضراتكم تفاصيل هامه جدا عن اغرب 15 دقيقه ممكن تشوفها في حياتك. هنا في منطقه الخنكه كان حادث صعب جدا جدا، يعني الناس دخلت على منزل اعزل من يعني منزل فيه ستات بس، الرجاله كانوا بينقذوا المصاب ودخلوا عليهم وقاموا ضربين يعني ضربين نار بشكل عشوائي كبير جدا. طبعا الناس اهل البيت استغاثوا برجاله البيت، جم جري لقيوا حصلت الكارثه والتصادم والناتج ستة اشخاص قدام حضراتكم، في اربعه هم واثنين في المستشفى اصيبوا بطلقات خرطوش في العين، وايضا متابعينا الكرام في احد اخواتهم اصيب بكسر يعني في القدم وتغيير مفصل ويعني شرايح ومسامير. وليله سعادتك الحكايه في دقائق هنعرضها امام حضراتكم ونعرضها للرأي العام، لعل وعسى يكون هناك عقاب رادع لكل من تسول نفسه باستخدام سلاح او استخدام نيران او عدم العطف على الكبار على الصغار والنساء. بقول لحضراتكم حادثه غريبه جدا، مفيش حد في الدنيا تصور ان هي تحصل، انه واحد لما يجي يعني يدخل بيخبط ما بيلاقيش راجل ما بيدخلش، واذا كان في خصومه يعني علمونا كده يعني في الصعيد واهل العرب، لو كان في خصومه لا تقام الخصومة مع امرأة او سيدة. الحقيقة ده يعني دلوقتي احنا معاكم عشان نعرف تفاصيل هامة جدا لقضية شغلت الرأي العام هنا في مدينة الخنكة، ونعرضها لحضراتكم على في هذا البث المباشر. طبعا حضرتك طبعا يعني شفت بعينك اللي حصل، عرفني بنفسك يا فندم وقول لي اللي حصل بالفعل. انا علاء ابراهيم السيد. السلام على حضرتك. الله يسلمك. انا علاء ابراهيم السيد الحرموي. والله هو اللي حصل المشكلة دي مع جيراننا، كان في مشكلة قديمة نزاع على أطفال، وتدخل أهل الخير في العرب كالعادة وقعدنا قاعدة عرفية واتحكم للناس ب 225 ألف جنيه واتراضينا. الكلام ده من سنتين يا فندم، اتراضينا وعندهم مناسبة نروح لهم، عندنا مناسبة يجولنا، والأمور انتهت. والفترة دي كلها كانت فترة طبيعية خالص ما فيش أي شيء. تفيقنا يوم الأربعاء اللي هو يوم المشكلة. أخويا راجل مجاول قاعد على القهوة بينسق مع الناس اللي طلع معاه الشغل. فاللي تم معاه ان في ناس دخل عليه بعربية ملاكي ومكان صيني. تسع اشخاص منهم واحد ماسك بندقية خرطوش بيهدد اي حد يحاول ان هو يحوش عن اخويا. طب ليه ده كله يعني اللي ماسك سبب المشكلة القديمة؟ مفيش اي امر حصل غير المشكلة القديمة بيننا وبين الناس دي، ولا اي حاجة حصلت. فطبعا بقية المجموعة شخص ماسك البندقية بيخوف الناس، وبقية المجموعة بالشوم كسروا رجل اخويا وكدمات في جسمه كله واصابات جامدة خالص. فحد اتصل بيا الحق اخوك، في ناس تهجمت عليه، رحت اشوف اخويا لقيت الاصابات اللي فيه، حاولنا نجيب اولاد عمي وركبنا العربيه ننقله للمستشفى. النساء اتصلوا بنا في البيت، في حد بيتهجم على البيت بضرب خرطوش وضرب حجاره والكلام ده كله على الشبابيك وعلى النوافذ. طبعا انت شايف. طيب، وحاولنا خلاص، الناس ودت سيد اخويا المستشفى، ونازلين على البيت نشوف في ايه. لقينا الشارع قدامنا الاضاءه كلها مطفيه. كان امر متعمد. والناس منهم منع الناس ان هي تمر في الشارع. فطبعا احنا نزلنا نشوف في ايه. اول ما شافونا ضربوا علينا ضرب خرطوش عشوائي، اكتر من 12 بندقية خرطوش بتضرب ضرب عشوائي، وضرب مش عشوائي، لا ضرب موجه، ضرب في الوش وفي العين وفي الجسم. اصابات كلها في العين، في مقله العين، انفجار في مقله العين. تشخيص في الدمرداش ست اشخاص في عينيهم. في عينيهم اصابات، انفجار في مقله العين غير الخرطوش في باقي الجسم. والسابع سيد رجله
وغير الباقي اصابات في جسمهم بس. فده الرؤيه بالنسبه للست اشخاص الرؤيه معدومه خالص لان انفجار في مقله العين. واحنا كل يوم عند الدكتور، كل يوم في اشاعات، كل يوم في تحاليل طبعا لان العين حاجه غاليه. فالرؤيه معدومه لحد الان 12 يوم دلوقتي بمستشفى الدمرداش ومستشفيات خاصه والكلام ده كله. اصابات جامده جدا، ومنهم طلبه ومنهم كلهم شباب لسه 18 سنة و 17 سنة و يعني أكبر حد اللي هو 30 سنة أنا. طيب خليني أسألك إيه اللي حصل بالضبط تفصيلا بهنا أنت كنت حاضر. بعد ما السيدات اتصلوا بيكم بيقولوا لكم الحقوا ده في ضرب نار في البيت وبيتهجموا وبيحاولوا يدخلوا، عملتوا إيه؟ أنت كنت في المستشفى؟ إحنا كنا في لا الكلام ده قبل ما نروح المستشفى. أيوة. احنا نازلين كلنا يعني نشوف ايه اللي في ايه اللي بيحصل. هتاخدوا المصاب وتودوه المستشفى. هما في جماعه خدوه واحنا الباقي نازل يشوف في ايه. أيوة. نشوف الضرب والكلام ده كله. أيوة. نازلين هما عاملين حسابهم مطفيين النور، وكل اللي يجي بقى ضرب نار في الوش يعني. يعني الشارع كله مطفي النور فيه. الشارع كله بحس اللي ينزل ينضرب على طول. في النور ومحدش يشوف مين اللي بيضرب عليه. ففي كذا اتجاه حتى حوالينا هم عاملين حسابهم كل مكان في ناس قاعدة ومخصصة يعني يضرب. اي حد من عندنا يدخل هناك ينضرب على طول. واحنا بقى السؤال هو ليه ده كله؟ ما نعرفش والله، والله احنا ما نعرف. هم لوحدهم، هم ما اتلموا على ابن عمي حتى في الجبل ضربوه، جايين على اليمادي يعني هم مخططين لكل حاجة. طيب معلش اتعرف بيك، انت عندك كم سنة؟ انا عندي 18 سنة، اسمي مازن. مازن عبد الله السيد. لسه في بداية حياتي يعتبر. اللي حصل قرب المرة. اللي حصل معايا اني جالي تليفون ان في جماعه من الناس تهجمت على السيد ابن عمك وكده. فبالطبيعي ننزل نشوف في ايه اللي تم. لقينا السيد ابن عمي رجليه مكتومه خالص وساح في دمه. فبالطبيعي شلناه وحطيناه في عربيه ونحوله على المستشفى عشان تنقذوه. طبيعي. ويعني هتشوف ابن عمك ساح في دمك هتعمل ايه؟ واحنا رايحين على المستشفى جالنا تليفون ان الحريم هنا بتقول لك تعالوا الحقونا ان في ناس بتهجم علينا في البيت وكده. وحصل اهو. فالطبيعي يعني في ناس راحت وفي ناس نزلت هنا. فانا من الاشخاص اللي نزلت دي، نزلت ابص اشوف في ايه اللي تم هنا. لقيت وانا داخل كده لقيت لك المنطقه النور مطفي وكده والدنيا مضلمه، هو في ايه يا جدعان؟ واحنا نازلين على البيت لقيناهم مقابلنا بضرب البنادق الخرطوش في الوش، بيضرب في الوش. يعني ايه؟ مش بيضرب انه يهوش يرجعك، لا بيضرب على طول، عايز يموت من الاخر. وانا لسه دلوقتي طالب في اول عمري والضربه جت لي في عيني، الدكتور بيقول لي عندك انفجار في مكله العين. طب قلت له طب انا هشوف. بيقول لي يا ابني قول يا رب، قول يا رب. ولفينا مستشفيات وكنا في الدمرداش ورحنا عند دكاتره اخصائيين وكده، قال لي قول يا رب في بصرك. وانا طالب لسه في اول عمري وحياتي يعتبر اندمرت، واني كل شغلي مبني على عيني وكده لان انا شغال في محل تليفونات وكده، فكل شغلي مبني على عيني. فانا دلوقتي بطالب ان القضاء، قضاء اول حاجه قضاء عادل، واحنا في دوله طبعاً. دوله قضاء عادل وقانون وحكم وقصاص وكده، فبطالب بحكمي وطالب باقصى عقوبه للناس دي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. حقك. طبعا احنا متابعين الكرام، اتعرف بيك الاول. اسمي ادم محمد امام الفرماوي. انت زيهم كده يا ادم. عندي 17 سنه. 17؟ قول لي اللي حصل. كنت قاعد في البيت، اولاد عمي رنوا عليا قالوا لي الحق ابن عمك انضرب، فانا رايح زي الناس اشوف في ايه. فانا رايح الحريم رنت عليا قالت لي الحق ده بيتهجموا على البيت، فانا نازل اشوف في ايه. لقيت ده ضرب الخرطيش في الوش، لقيتهم بيضربوا في الوش وشالونه وطلعوا يجري على المستشفى. فلما رحت للدكتور قال لي يا ابني ما فيش امل في عينك خالص ثاني، والرؤية مش هتشوف بيها. وانا طالب لسه في بداية حياتي في دبلوم ولسه ايه بدأ حياتي، بتشق طريقة لسه، فلسه بشق طريق. طيب انت طبعا بتطالب بايه؟ بطالب بالحق، انا عايز الحق من دولة القانون بس، عايز حق منه. طيب انا برضو اختم مع حضرتك.
بخصوص يعني ما كانش في اي مناوشات بينكم قبل الموضوع ده؟ ما ولا اي شيء، العرب كلها مستغربه يعني حتى لدرجه ان القضاة العرفيين اللي كانوا موجودين في القاعده الاولانيه قالوا يا جماعه اتصلوا بينا وقالوا يا جماعه احنا نكون معاكم في اي مكان نشهد وقدام القضاء وقدام اي حاجه تطلبونا فيها احنا نشهد معاكم ان انتوا عملتوا اللي عليكم واديتوا حق الناس والناس دي غدرت بيكم وما احترمتش العهد اللي اتفقنا عليه واحنا معاكم في اي مكان. فالناس كلها مستغربة، مش احنا بس، العرب كلها مستغربة، امر جديد على العرب ومش من عاداتنا ومش من تقاليدنا الغدر دوت. انا لو قلت بس اتفقت ان انا اقعد بدون ما اخد حقي خلاص الامر انتهى، الناس دي انا في امان والناس في امان، انما امر جديد وعلى وغدر والكلام ده كله، فالامر ده لازم له رادع، والرادع يبقى في هذا العصر هو القانون. الله المستعان، اطالب بحق الناس ديت واطالب بالقصاص، ويعني والله المستعان.